استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي وذلك بحضور وزير الخارجيه سامح شكري وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس السيسي ثمن علاقه التعاون الممتده منذ عقود بين مصر ومفوضيه الامم المتحده للاجئين والجهود التي تبذلها المفوضيه على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الازمه العالميه للاجئين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين. كما اكد السيد الرئيس اهميه التعامل مع ظاهره تدفقات اللاجئين وكافه اشكال النزوح من خلال مقاربه شامله تستهدف جذور الازمات المتعلقه بتحديات تسويه النزاعات وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي والتنميه المستدامه الشامله من جانبه اكد المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين حرص المفوضيه على تعزيز التعاون مع مصر مشيرا الى محوريه الدور المصري على المستويين الاقليمي والدولي في هذا الاطار ومعربا عن تقدير المفوضيه للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافه اعداد كبيره من اللاجئين من جنسيات مختلفه ومشيرا في هذا السياق الى الزياره التي قام بها للمعابر على الحدود المصريه السودانيه والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصريه المعنيه بالتعاون مع منظمات الامم المتحده والهلال الاحمر المصري لمساعده الوافدين سواء من السودانيين او الجنسيات المختلفه مشددا على انه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحه تقديم يد العون للدول المستضيفه للاجئين والمتاثره بحالات النزوح البشري وقد تطرق اللقاء ايضا الى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضيه في ضوء الاعباء الكبيره التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقه الذين يعيشون جنبا الى جنب مع الشعب المصري كاشقاء وضيوف، كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الاوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الازمه الراهنه. وثمن المفوض السامي للامم المتحده الجهود المكثفه التي تبذلها مصر للمساعده في تسويه الازمه واستعاده الامن والاستقرار بالسودان